وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد صباح الدوسري عضو مجلس الشورى. مساء الخير سيد صباح. وبداية يعني هل توضح لنا أو بودنا أن توضح لنا القوانين والتشريعات التي تم تعديلها ووضعها بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في إصلاح سوق العمل؟ شكرا على الاستضافة الأعلى. بداية بمناسبة يوم العالمي العمال العالمي وقرب عيد الفطر المبارك، تقدم بتهنئة للداعم الأول للعمال في مملكة البحرين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولجميع العمال الذين ما زالت صعودهم تبني في هذا البلد في مختلف المواقع الإنتاجية. يأتي يوم العمال العالمي والبحرين بفضل قيادتها السياسية حفظهم الله عز وجل والمؤسسات التشريعية، قطعت شوطا كبيرا في سن التشريعات والقوانين العمالية التي تصون وتحافظ على حقوق العمال وتعزز بيئة العمل السليمة والآمنة والتي جاءت متوافقة مع معايير العمل الدولية، ما أكسب البحرين احتراما وسمعة طيبة على هذا الصعيد في مختلف المحافل العمالية العربية والعالمية. نعم. وأشير إلى حرص السلطتين التنفيذية والتشريع على دعم وتعزيز كل من شأن تحقيق كل ما هو في مصلحة العمالة البحرينية، ومنها توفير البرامج التي تهدف إلى توظيف البحرينيين وإعطائهم الأولوية لجانب العمل الدؤوب عبر تفعيل الدور التشريعي من خلال المقترحات المقدمة التي تصب في تطوير الدعم المقدم للباحثين عن عمل وارتقاء مستوى البرامج التأهيلية والتطويرية، فضلا على السعي لمساندة المبادرات الطموحة التي تصب في إطار دعم البحرنة وتمكين المواطنين من الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. لقد رسخ قانون العمل في القطاع الأهلي القرارات المنظمة لحماية حقوق العمال، وفي مقدمة ذلك حق تأسيس الاتحادات والنقابات العمالية التي تعمل على صيانة المكتسبات العمالية وتعزيزها. وهناك العديد من التشريعات المهمة المعمول بها في مملكة البحرين، منها عدم التمييز في العمل وإعطاء المرأة العاملة حقوقها متساوية مع الرجل وخاصة ما يتعلق بالأجور، إضافة إلى منع العمل الجبري وقوانين تتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص والتي حققت فيها مملكة البحرين المرتبة الأولى للمرة الرابعة على التوالي في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفق التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية. كما شجعت البحرين على الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج من أجل استقرار ونمو سوق العمل. كما أود أن أنوه وأشير بالتشريعات الوطنية المتطورة التي تزخر بها مملكة البحرين وتعتبر القاعدة الأساسية لحماية صون حقوق جميع الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص. سعادة سيد صباح الدوسري وصلت الفكرة عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.